هذا ويعد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية الأبعدية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة أحد المراكز المتطورة التي قامت بإنشائها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري تحدث أحمد سمير مدير المركز التكنولوجي عن الخدمات الحكومية التي يقدمها المركز للمواطنين من أهالي القرية والقرى التابعة لها. عدد الخدمات حوالي 161 خدمة دلوقتي موجود، تمام، بتنقسم معانا التضامن مثلا بيقدم لنا خدمات تكافل وكرامة، معانا إشارة عقاري بيقدم لنا خدمات التوثيق بأنواعها وكمان التوكيلات بأنواعها، معانا البريد المصري بيقدم لنا 85 خدمة من ضمنهم التحويل الحوالات بأنواعها، كمان التوفير، المعاشات، كروت الدفع، المدفوعات الحكومية، كل ده بناخده من البريد وكل ده بناخده فوري في نفس اليوم. معانا كمان من الأحوال المدنية بناخد الوثائق المميكنة، شهادات الميلاد، شهادات الزواج إلى آخره، تمام. كمان معانا مركز استخراج وثائق الرقم القومي، بطاقة الرقم القومي موجود مركز استخراج هنا. معانا المركز التكنولوجي بيقدم لنا خدمات بيانات صلاحية، تراخيص البناء بأنواعها، تراخيص المحل العامة، بيقدم لنا خدمات بتنتهي في نفس اليوم زي طلب صورة طبق الأصل من المستندات موجودة بالجهة أو طلب إفادة، طلبات مطابقة للمباني لتحويل نموذج 10 دائم للمؤقت. كمان معانا التموين بيقدم لنا خدمات الفصل والضم والإضافة والنقل وتغيير رقم السيري ورقم الهاتف، كل ده بيخلص في نفس اليوم. في قرية الأبعدية كمشاريع خدمية أو إنشائية في حوالي 11 مشروع، في طبعا يعني بجوار مجمع خدمات المواطنين، في نقطة الإطفاء ووحدة الإسعاف، وفي مشروع كتابة، دي مكتبة برجولة كده للأطفال موجود فيها كتب تابعة لوزارة الثقافة يعني كتشجيع للقراءة. طبعا في مجمع الخدمات، وفي مركز طب الأسرة بالأبعدية، وفي كمان عندنا مركز شباب الأبعدية، المبنى الإداري واثنين ملعب. معانا كمان في تم تطوير المدرستين، مدرسة الأبعدية الابتدائية والإعدادية، إلى جانب إنشاء وحدة الشؤون الاجتماعية ومجمع خدمات مجمع الخدمات الزراعية. أفتكر دي كل المشاريع الإنشائية اللي موجودة داخل قرية الأبعدية. طبعا احنا كمان جنبنا لو حضرتك شايف مشروع تبطين ترعة الأبعدية وإنشاء كوبري الرعي.